برنامج محمد المحرق يقول أسعد الله مساكم كل خير وألف مبروك لكل من الخليج العدالة الوحدة صعودهم لدوري المحترفين. أخوكم محمد المحرقي. محمد الدهش، كيف شايف ختام دوري الدرجة الأولى الثلاثة الصاعدين؟ مس عليك أبو بدر وعلى الزملاء الأعزاء. أنا توقعت الوحدة أمس يصعد، بارك له، بارك للخليج، بارك للعدالة، هارد لك الهجر، هارد لك للجبلين. بصراحة أبو بدر الثلاث فرق اللي صعدت هي اللي تستحق الصعود، عملت واجتهدت، يعني دفعت المهر، مبروك لهم. إن شاء الله الهجر هارد لك. يعني أبو بدر اليوم مباراتك كانت صعبة جدا مع الشعلة، الشعلة كان يبحث عن البقاء، انتصر على هجر، هجر كان ممكن يخطف البطاقة الثالثة، لكن الوحدة جاء في الطريق الصعب، انتصر اليوم انتصار جدا مميز على الدرعية واستحق الصعود. ان شاء الله الوحدة يكون يا ابو بدر ما يكون مثل السنوات الماضية، لابد يكون له درس، الخليج لابد يكون له درس، العدالة لابد يكون له درس، تمرسوا في دوري الدرجة الممتازة، الآن عادوا، لابد العمل، لهم فرصة كبيرة أفضل من الفرق الأخرى، من الآن يبدون الاستعداد، وأتمنى لهم التوفيق.